Hi girls, hi fans, hi everyone. فيديو النهاردة هو ضمن سلسلة فيديوهات نطق جمل واختصارات مشهورة في الانجليش. معانا النهاردة اختصارين LOL و JK. LOL هو اختصار the laugh out loud، يعني الضحك بصوت عالي جدا. laugh out loud، واخدين بالكو ال GH هنا بتتنطق زي ال F، زي ال F، وال T هنا out أو بتتنطق زي الهمزة. لو عايزين تعرفوا أكتر عن نطق حرف التي في الإنجليش، بقترح عليكم تدخلوا على قناة اليوتيوب إنجليزي مع وسام وتشوفوا البلاي ليست كاملة عن حرف التي. الاختصار الثاني جي كي، just kidding، يعني أنا بهزر بس، كنت بهزر بس، just kidding. يارب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، ولحد ما اشوفكم مرة جاية أتمنى ليكوا كل خير. باي.